السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فل أحد عملائنا الكرام، نحييكم حيث يقوم فنيين مصنع كريتيفال للألمنيوم بتركيب أعمال الألمنيوم لهذه الفيلا. تم البدء بحمد الله اليوم بأعمال التركيب. هذه واجهة كيرتموار تم تركيب فريماتها، والعمل جاري على توريد باقي أعمال الألمنيوم والبدء في تركيبها. أنظمة الألمنيوم المستخدمة في تنفيذ أعمال الألمنيوم لهذه الفيلا: أنظمة ألمنيوم بالكسكو المعمارية، الزجاج المستخدم أيضا زجاج دبل جلاس عازل للصوت والحرارة. سنوافيكم لاحقا إن شاء الله بتطورات أعمال التركيب لهذه الفيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.